إن الأب الصالح هو الذي ينشئ أبناءه تنشئة صالحة فيفتخر به. ولهذا أردت أن أقول الدنيا ظلمة بجري في شريان خوف بجري في شريان خوف بجري في شريان خوف بجري في شريان خوف انفتح باب للأسى النجمة تبقى بدون دليل وسط المتاهات والمساء للشمس تشرق للصباح النسمة شاردة من الغصون منسية في حضن الجراح النسمة شاردة من الغصون منسية في حضن الجراح حسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس القزاز الحسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس القزاز الحسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس القزاز ساس القزاز ساس القزاز ساس القزاز ساس القزاز Thank you.
تجيني قراية؟ لازم أرجع للمكتبة بعد كل محاضرة. فيس والله. أها في شنو؟ أنا حمشي البيت أسي، وبكرة طبعا ما حاجة الجامعة. ليه خير؟ لأنه عيد ميلادي يا ستي. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة، لكن طبعا هنا ما بينفع، ضروري تجي البيت. أنا عاملاه بسيط يعني صاحباتي وبس. أوكي؟ لكن يا ندى، أنا ما بعرف بيتكم. معلش هي ناس بتعرف البيت، وانتوا حتتلاقوا في الجامعة وتجوا مع بعض ضروري. خلاص. طب خلاص أخليك لمذاكرتي. يلا باي. كويس، مع السلامة. يا أخ ما تلخبطي، داك ما الأخطل، داك عبيد الله ابن غيث الرغيات، عرفتي؟ كده سيبيني من الجماعة دير، عملتي شنو في الموضوع؟ في شنو؟ الله، في موضوع الصالون؟ والله يا ليلان قاعدة براي زي الشيطان، ده لو الشيطان بيقعد براو. والله يا شهيناز، أنا لحد هسه ما قادرة أقرر. ده موضوع من السهل جدا انك تتخذي فيه قرار. ما عارفة اقول لك شنو. لا لازم تعرفي وبسرعة كمان. شهيناز الساعة 3، انا اتأخرت. يلا نمشي. يلا انا بعد كده خلاص حامشي. حتمشي بشنو؟ كيف بشنو؟ حتقدم كده لحد موقف المواصلات ومن هناك حركب. والتعب لزومه شنو؟ ما تركب الاوتوستوب؟ لا 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 لا، انا فكرة الاوتوستوب دي ما بتخرج معي خالص، عشان كده مع السلامة. تفكير غريب. كيف ليلى؟ اهلا يا دكتور. ماشي البيت طبعا؟ ها طبعا يا دكتور. في حاجه؟ والله بس عندي حاجه كده بتاعت نص ساعه لو سمحتي. جدا يا دكتور، انا تحت الخدمه. تفضلي معي. يعني افهم شنو؟ انه اصحابي ما حيوا؟ انت عزمت منهم زول؟ ابدا لسه طبعا. الحمد لله، ما تعزم اي زول منهم. لا بس معقول عيد ميلاد ندى منصور يكون بالبساطه دي؟ ها وغاصر على صحباتي كمان؟ ومش صحباتي كلهم، اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين ثلاثة ما مهم، المهم تتموهم إن شاء الله الصباح. حاضر يا دكتور، إن شاء الله. ليلى؟ نعم يا دكتور. تفضل تفضل يا أبوالي. شكرا لك. أنا بسأل يا ليلى. نعم. أنت طبعا من خارج العاصمة. أيوة. ها وضعك كيف؟ كويس. لا يعني خلينا نكون واضحين، اذا كنت محتاجه لاي شيء كلميني. بجد يا دكتور كويس، ما لا جد كده بالله. لا والله جد. بالمناسبه يا ليلى انا معجب بك جدا. انا مفروض ما اقول لك كلام زي ده، لكن ده الواقع. تعرف ليه؟ ليه؟ لانك فعلا نموذج للطالبه المثاليه. أنا بدرس لي 20 سنة، ما قابلوني إلا 2، واحدة تخرجت ومشت في قلوب الحياة، والثانية إنتي. يلا يا ليلى شدي حيلك. بالمناسبة إنتي ترديتي؟ شكرا لك يا دكتور، أنا بنتظروني بالغدا في الكيف. لأنه أنا عندي سندوتشات هنا في الشنطة. شكرا لك يا دكتور. طيب مع السلامة. Thank you.
طال اليوم حليل الساكن الخرطوم حليل السافر الخرطوم وبقرا جواب طول اليوم حليل السافر الخرطوم الجواب طول اليوم ريتن ديرين 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 ريتن ريتن ديرين ديرين قال بقرا جواب وقال وين الجواب؟ الله يدي جواب ان شاء الله ظهري فاضي ظهري فاضي صاي وقرا جواب طول اليوم حليل السافر الخرطوم الله يعرف ان هذه خطه الرحمن في قلبه وافق الدو عثمان والله تعرس عرس اصله ما حصل وقرا جواب طول اليوم انا قصة شنو غير القماش وخضر البيت الليل السافر الخرطوم الليل السافر الخرطوم وبقرا جواب وطول اليوم وبقرا جواب وطول اليوم الليل السافر الخرطوم الليل السافر الخرطوم ازيك يا ليلى؟ يلا قومي اشربي اللبن ده. شكرا لك يا خالتي. مين الليله يجيني لنا لبان يرتب لنا اللبن؟ الحمد لله. ما عندك تاني اي مشكله؟ شكرا لك يا خالتي. محتاجه لحاجه تاني؟ الله يديك العافيه. الله يعافيك يا بنتي. انت عفاف وين؟ عفاف مشت مشوار وبتجي راجعه بعد شويه. يلا خلي بالك من مذاكرتك. شكرا يا خالتي. يا عفاف رجعت للجزمة الأولانية دي؟ سمحة ومتينة آخر ليك. والله أنا ما قلت حاجة. سمحة ومتينة لكن عطى يرتاقى يستمع يا زينب قروشك وتاخ خلاص. لكن أسوي شنو؟ دي رجعتي من الجمارك توبي ما ملصته. وانت عارف الحاجة لا طارت السماء. والله عارفة طارت السماء وعارف وضحتك ما بتقعد. وأنا جزمة والله ما دايرة لي روحي دايرة لي بنت عمتي أجيات تقرا معانا الجامعة دي. خلاص عشان خاطر بنت عمتي في تمن أنا بفوت لك 2000 أمسك. والله ما قصرتي لكن غايته غاليه برضه. لكن وما دايره لا سكرتات؟ السكرتات دي طلعت موضه جديده. لا السكرت كده خليه شويه انا اشتريت لها فستان لكن السكرت بجي بشيله انا لروحي. خلاص بس ما حسيت ما في مشكله انا خلصت لك ده هسي ثمن الجزمه ولا اشيل ال 2000 الفوتين لي اتواصلي بيه ما في مشكله. خلاص ها هاكي هندي عاد يلا اللي فارق في كيس انا وديها ليها سمي. ودي ملايات كمان جديده يا عفاف. اي لكن هسه ما في طريقه. اي والله حلوات خلاص لكن ما في طريقه لين هسه الشهر الجاي ان شاء الله. خلاص يا هون معدولات موش. اي لا خلاص سمي كتر خيرك. الله يبارك فيك. بس اديني الكيس. اي حصبر عندي كيس كامله اديك تشيلي فيها. سمي ليلى كيفك؟ اهلا يا عفاف. جيتي كيف؟ بخير ان شاء الله كويسه. وينك الليله؟ والله يا استاذه كنت في مشوار كده يعني عندي حاجات كده مشيت انجزها. وان شاء الله انجزتيها. كده نشوف اصبر دقيقه كده عن نشوف انجازي ده بيعجب الناس ولا لا. انتظري. ناس ناس منو ديل؟ ها اتفضل يا ستي. ده شنو يا عفاف؟ كده افتحي شوفيه. ده شنو؟ يعني ما شايفاه؟ ما فستان. فستان؟ اي هديه لك يا استاذه. بس يا عفاف. بس شنو؟ ولكن ما فيش نقدر تقولي شنو؟ بس القروش دي محتاجه للبيت اكتر مني. انت محتاجه اكتر. انت طالبه جامعيه ولا بد يعني انه ملابسك تكون شيك ها؟ بس
بس يا عفاف الفستان ده غالي جدا. اسمعي، فعشان هسي انت هاد او ظريفه كده، الكيس الثاني ده فيه جزمه. ما معقول لكن يا عفاف. اسمعي، كيف الجامعه وعامله كيف مع المذاكره؟ المشكلة إنه أنا ما قادرة يا عزة. تتصرف عادي. عادي كيف؟ جزمة وفستان مرة واحدة؟ وممكن أكثر. عزة أنا مش قلت لك إنه نازل بطلوا يصلحوا التلاجة بتاعتهم عشاني؟ لو كانت عفاف في محلك كان برضو أنتوا بطلتوا تصلح التلاجة عشانه. دي مسألة صعبة جدا. أيوة، تخيلي قبل يومين أنا قلت لعفاف، كنت شايلة لي صندوق بسكويت، قلت لها والله الواحد لو لقى له كوباية لبن، عارفة اللي حصل شنو؟ اها، جابوا لك كوباية لبن؟ عادي، هالمشكلة شنو؟ المشكلة انهم اتفقوا مع بتاع اللبن ورتبوا اللبن يوميا، وما اتفقوا مع بتاع البسكويت. يا اخي عزة انت بتهزري ولا شنو؟ لانه موضوع ما بيستاهل. ما بيستاهل؟ انا اجي استشيرك يا عزة تقولي موضوع ما بيستاهل؟ ما دي الحقيقة. خلاص، شكرا. ليلى انت كنت وين؟ كنت مع عزة. في حاجة؟ حاجتين يا ساتر. الحاجة الثانية يا ستي هتكلم معك بعد ما تنجزي مهمة محددة. يا ساتر، فيش ما بقى دي الحاجة الأولى والمهمة والعاجلة. فيش ما يا أخي، إيش حتفتي روحي؟ دكتور فيصل بيسأل مني، قال لازم تصلي في المكتب. شفتي كيف؟ دكتور فيصل؟ أيوة دكتور فيصل. طيب يا اسمعي، بعد ما تيجي راجع انا عايزاك. وزي ما قلت لك، احتمال نسافر لندن السنه دي، يعني ما بعرف. فجاه والله العظيم لكم، يعني كل ناس البيت ولا انت؟ يعني انا ومامي وبابي يعني غالبا. ايوه اجازه ولا ايش؟ عزه. ايوه يا فدوى. كيف انت؟ ما عندك محاضرة ليلى؟ محاضرة شنو يا عزة؟ القاعة سخنة وزحمة، وأنا ما قد يعني ما بقدر أقعد في الزحمة دي. وبعدين ضروري أحضر المحاضرة، ما ممكن أنا أنقلها أو أصورها كده أسهل. هو بتفتكر إنه الغاية المحاضرات تكون في يدك؟ لا، ده ما بيجي إلا من تحضري المحاضرة. في داعي للكشر دي هسي؟ ناديتك عشان أعزمك شاي، طلحتها لي من راسي. شكرا مرة تانية. عزة. أيوة. بالمناسبة صاحب بكرة عندنا اتحاد. كيف يعني في اتحاد؟ ما قالوا حيعطلوا لنا المحاضرات لأنه عندنا اتحاد. في حاجة اسمها جمعية عمومية، دي اللي حتكون بكرة. يعني شنو؟ يعني ما الاتحاد. وصحيح أنت مرشحة نفسك؟ أيوة يا فدوى، ولازم تديني صوتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ليلى. بمجرد ما قال لي دكتور فيصل عايزك جيت طوالي. كيف؟ بخير الحمد لله. مناسب، أنا عندي مهمة، وأفتكر أنت الإنسان الوحيد ممكن تنجحي في المهمة دي. بخير يا دكتور. خذي الملف. خير إن شاء الله. تمشي المكتبة. نعم. قسم الأدب الأندلسي. تجمع ثلاثة أو أربعة رسائل من الرسائل ولادة بنت المستكفي لابن زيون. إن شاء الله. إن شاء الله يا دكتور. البدي ممتازة جدا. نعم.
طيب يا ابوي انا استاذن. ما تقول تجيب شاي؟ لا معلش معلش شاي دافيني مني. بس ندى مديني بعض الوصايا، لازم امشي السوق اخذ لها بعض الفواكه اشيلها واوديها البيت. اه هو الليل عيد ميلاده بالمناسبه. ايوه نعم. الله أيوة. انت ما جاي الليل ولا شنو؟ لا ما عادي مناسب حق الشباب يعني. لا لا هي المرة دي مختصرة وخالص. برضو مختصرة للشباب برضو. صح ولا ما صح؟ فعلا صح. أي. طيب استاذن. طيب. الله يبارك. قالوا في ناس بتحب الرجل السوداني. اوكي ان شاء الله. اوكي رضوان وين؟ والله ما قال لي يا بنتي ماشي وين. اه يكون مشى لشبالي، عربيته عطلانه. وهو العرف وشني ضرب التليفون قالت ما حتقدر تجيب تاكسي. الباب يا خالتي سكينه، يبدو ان الضيوف بدوا يجوا. والله بالغت يا ليلى، عديل كده متأخرة ربع ساعة من موعدك. معلش يا شاهينز، يبدو انه الليلة في كورة، المواصلات زحمة خالص. يلا يلا عشان نمشي نركب. نمشي وين؟ نركب المواصلات. هنركب من هنا. نركب من هنا كيف؟ هنا شايفة لك مواصلات الساعة؟ هنركب اوتوستوب يا بيت. لا شاهينز، انا ما بركب مع زول ما بعرف. تفكيرك دايما غريب وعجيب. ما عندك مشكلة نركب تاكسي، واللي بتاعني التاكسي لازم تعرفين. بالمناسبة هنمشي مشوار قبل ما نمشي لنا ده. تاكس تاكس. يلا يا ليلى نمشي. هنمشي وين؟ إلا توريني هنمشي وين أول. يا بيت هنمشي مشوار قبل ما نمشي لنا ده. يلا ما همشي أنا، ما أعرف المشوار شنو يا شهناز. هوريك في السكة يا بيت مالك. يلا يلا
انت عايز تختار لها هديه شنطه ومنقول لك انا عايز اشتري هديه. انا عارفاك مفلس وما عندك اي قرش، انا الحق اشتريها. المهم انت عايزه تختاري لها شنطه. لا 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 ما في داعي يا شهناز. يا بنتي انت مجنونه، انت بعد يومين هتبقي بالصالون. يعني ده معناه انك تصرفي علي يا شهناز؟ يوه الفهم المتخلف ده شنو؟ واللي انت في هالحلايب بس في ناس الاخطل والفرزده والجماعه دي، عايزه تختاري لها شنو؟ قولي. ما عايزه حاجه. طيب كده تعالي معي جوا. تعالي. دل بنات جيراننا، صاحباتي في نفس الوقت، دل زميلاتي في الجامعة، دي شهيناس ودي ليلى ودي سنديان. زول عسل شديد على فيك تحت الكشوة بعد شوية. أهلا يا مرحبا. ودي ريم رزاز. معكم سارة. أهلا وسهلا. أهلا أهلا، فرصة سعيدة. يلا يا جماعة انتوا ضيوف ولا شو؟ تعالوا نولع الشمعة. تفضلوا. عايز أنا عفاف عفاف عفاف. ايوه 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 يا ابوي. نعم تعال انا عايزك. طيب ايوه يا ابوي ان شاء الله خير. انا ما سامع صوت ليلى في البيت، طلعت ولا شنو؟ ما هي معزومه عيد ميلاد صاحبتها. عيد ميلاد؟ اي وين؟ في العمارات. حتيجي كيف؟ الوقت بدري يا ابوي، المواصلات ماشيه ويعني بتجي، قالت كانت اتاخرت صاحبتها بتوصلها. حاجه غريبه، عيد ميلاد ده جانا من وين كمان؟
شنو يعني زول يصرف صرف مالي وحدود عشان يطفي شمعة ولا يولع شمعة؟ الحمد لله انك جيت. اسمعي البيت دي مين دي؟ معاك؟ جليلة صاحبتك؟ زميلتي. مساء الخير. مرحبا. اهلا وسهلا. ايه ما في تفضلوا لحالي؟ تفضل. ايه يا ليلى شايفك زوية براك وما مندمجة مع الشباب كده احسن. وفعلا كده احسن. ايوه لا عشان نقدر نتونس براحتنا. عن إذنك. عجبك شهين؟ أكيد. شهين آسف نمشي بعدها. لسه زمن بدري. اشتريتي؟ اشتريت $500 بس صديق. منصور يا اخوي والله مش عشان قدامك انا دايما بفتخر بالباش مهندس. والله شوف يا شريف يعني رضوان ده بفتكر انه ولد ممتاز وطموح وده اللي عاجبني فيه. عموما يا منصور انا ما عندي اي مانع بس اهم حاجه نشوف راي شيرين الاول. وهلا طبعا يعني مسائل تقليديه احنا ما عندنا فيها اعتراض. أهلا ما عندهم أي مشكلة المهم رأيها هي الأول. أنا من جانبي بعتبر الموضوع منتهي ونقول مبروك. إن شاء الله ما في عوجة. رضوان شاب ممتاز ومهذب. بس لأنه شفقتين عليك اتأخرتي تأخير أصلا ما عاد في عيد الميلاد يا ليلى. يا عفاف أنا طلعت من هناك الساعة 9 وبعدين أنا ما كنت قايلة نفسي بتأخر لحد الوقت ده. أها جيتي كيف؟ جيتي براك؟ لا أروصلك منه؟ جابني أخو ندى. أخو ندى؟ أي أخو ندى ده منه؟ أخو ندى
مهندس اسمه رضوان. وجيت براك وصلت معاه براك يا ليلى؟ لا لا يا عفاف، معانا ندى. ندى كانت معانا في العربيه. ندى. عفاف المغيره اللي كانت عندك هسه وينها؟ هي هذه في يدك. ايوه صح. طيب عن اذنك البنت دي مالها؟ شكلها ما طبيعي، يا ربي في شنو؟ أصبح ليها خد.